ولنقاش ملف الصراع السياسي في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو تحالف الوطني المعارض لبيد السميدعي. أهلا بكم أستاذ لبيد. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. بعد تأييد تحالف الفتح وكتل سياسية أخرى للكاظمي، كيف تقرأ هذا التحول في المواقف بين هذه الكتل التي كانت تتهم الكاظمي بالأمس القريب، تتهمه بالعمالة وتؤيده اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة التأييد بالحقيقة هي تأييد لتكليف مصطفى الكاظمي، أما تأييد حكومته فالوقت ما زال مبكرا للقول ذلك. تأييد تكليف الكاظمي جاء نتيجة تكليف الزرفي، كانوا الهدف الأول كان هو إسقاط الزرفي، لأن جميع الكتل الشيعية كانت رافضة لهذا التكليف واعتبروه خارج السياقات، ولذلك كان هناك خيارين، يعني كان هناك خياران كلاهما مر، لكن مقارنة من المفاوضة بين الكاظمي وبين الزرفي كانت لصالح الكاظمي من وجهة نظر هذا من ناحية. من ناحية أخرى، مسألة التهم التي وجهت إلى الكاظمي بالحقيقة هذه وجهت في موازاة تكليف محمد علاوي إذا نتذكر، وكانت في سياق الابتزاز، يعني جاءت هذه الاتهامات وكانت على اساس انه احدى الاتهامات التهم الموجهه للكاظمي انه كان ضالعا في مساله اغتيال القاسمي والمهندس، لكن سليماني والمهندس، لكن هذه بالحقيقه مجرد ابتزازات ولم تكن هناك اثباتات وبراهين على صحه اتهامهم. نعم. الآن تغير الوضع على ما أعتقد، ونحن بانتظار أن تشكل الوزارة كي نحكم إذا كانوا موافقين على الوزارة أو لا. لكن هنالك بعض بدأ الحديث من قبل البعض عن الحقائب الوزارية التي وزعت على كل كتلة، وفي هذا السياق ربما نطرح التساؤل إن كان الكاظمي قد أجبر في النهاية على الرضوخ للكتل السياسية لكي تقبل به وتغير من مواقفها. بالتأكيد مصطفى الكاظمي يجب أن يحسب حسابه أنه لكي ترتفع حظوظه في تشكيل الحكومة يجب عليه أن يسترضي الكتل السياسية، وفي مقدمة هذه الكتل هي الكتل الشيعية. لذلك فكل المعلومات التي رشحت من الكواليس التشكيلات تفيد بأن الكاظمي لجأ إلى نفس منظومة المحافظة، يعني نفس الروتين المتبع في توزيع المناصب على أساس المحافظة الطائفية هو اتبعه ايضا الكاظمي في هذه التشكيلات. لذلك نسمع اراء ايجابيه، كل المصادر تقول لنا هناك توافق، الا هناك استثناء من كتله النصر لا تبدو انها متوافقه مع هذا السياق، لكن ما يظهر لحد الان على سطح الاخبار يفيد بان الكتل راضيه عن عوده الكاظمي الى مساله المحافظه. تبقى هناك مشكلة بالتفاصيل عندما يطرح الكاظمي تشكيلته الوزارية على الثقة في البرلمان. أنا أعتقد أن هناك ستكون عراقيل. لماذا؟ لأن من الزاوية السياسية، من زاوية المشهد السياسي، الكتل كلها مستفيدة من حكومة تسيير الأعمال. حكومة عبد المهدي هي الحالة المثالية المريحة بالنسبة لجميع الكتل، لأنه الحكومة بهذه الطريقة تكون بعيدة عن المسؤولية، عن المحاسبة. البرلمان لا يستطيع أن يحاسب حكومة مستقيلة، وهم كلهم فاسدون ومتهمون بالفساد، لذلك فهم في منأى عن المحاسبة وعن الرقابة في ظل حكومة عبد المهدي. أستاذ لبيد، نعود لنقطة المحاصصة التي أشرتم إليها، والسؤال الذي يفرض نفسه هو عما جناه العراق من 17 عاما من الحكومات التي والبرلمانات التي تسير وفق هذا المبدأ، مبدأ المحاصصة. هذا المبدأ لا تستفيد منه إلا جهتان، الجهة الأولى الكتل السياسية نفسها التي تتقاسم كما يسمونها هم أنفسهم الكعكة، والجهة
الجهه الاخرى المستفيده بشكل خاص هي ايران، هي المستفيده من نظام المحافظه، لان نظام المحافظه يضمن لها تسيدا للميليشيات الطائفيه التي هي الادوات القمعيه المرتبطه اما مباشره في لواء الحرس او فيلق القدس، او مرتبطه بشكل غير مباشر خلال الاحزاب المرتبطه هي عقائديا بايران نفسها وماليا ايضا. لذلك فمساله التخلص من المحاصصه الطائفيه في المنظومه السياسيه الحاليه مساله جدا صعبه، لان هناك مصلحه داخليه ومصلحه خارجيه. لذلك انا اعتقد ان مساله هل الكاظمي سيحصل على موافقه في داخل البرلمان على حكومته التي يطرحها ستكون ايضا ناتجه هذه. من يحكم هذه المساله يحكمها مساله الكتل الرئيسيه التي نسميها الكتل الشيعيه، وكذلك موافقه السيد الايراني، بل في مقدمه الموافقين يجب ان يكون السيد الايراني حتى يحظى الكاظمي على النجاح في تشكيل حكومته. شكرا جزيلا لكم، عضو تحالف الوطني المعارض لبيد السميدعي، كنتم معنا عبر الهاتف من مدينه مالمو.